السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة بتضيف قوة لشات جي بي تي عبارة عن أدنس أو بلاجن أو اكستنشن بيضاف جوه المتصفح بتاعك زي جوجل كروم. طيب قبل ما تجرب أي حاجة، حتى لو قريت منها بشرحها أو حتى اللي بشرحها، بص على حاجتين: التقييم بتاعها، لو لقيت التقييم قليل ابعد عنه خالص. ماشي، هنا 3.8 يعني 4، فمعقول. تمام، 4 من 5 كويس. طيب من عدد المستخدمين، لان ممكن يكون هو 5 6 اللي جربوه ومديله 5 من 5، بس هنا اكتر من 100,000، فدي اداه ان شاء الله تكون مبسوط فيها. طيب الاداه دي عباره عن ايه؟ انت بتسطبها وبعد كده بتروح داخل على طول على شات جي بي تي، فتلاقي ان هو مديك تعمل فولدرات. دي خاصيه كويسه جدا، ان مثلا في حاجات خاصه ببحث معين، حاجات خاصه بالدراسه، حاجات خاصه بمعلومات عامه، المحادثات اللي بينك وبينه، بينك وبين شات جي بي تي، فده هيسهل لك كتير جدا. ممكن يديك بعض التخصيص، انا عايز مثلا اجابه اكاديميه، انا عايز اجابه عن حاجه معينه وهكذا. بيديك سويتش بيساعدك تقول له بقى انا عايز مثلا ديل ايه، عايز تستخدم في دوت اي نوع من انواع الشات جي بي تي، 5 3 زي ما انت عايز. يساعدك ان انت تعمل برومت. فدي بعض التولز اللي انت هتستفاد منها بمجرد ان انت تسطب الأداة دي اللي سوبر باور شات جي بي تي. تمام، كل المزايا دي هتبقى موجودة، يبقى في اوتو سينك مثلا، في اوتو ديليت، يبقى في اوبشن. طيب وده الموقع بتاعهم، الموقع بتاعهم خلي بالك منه، ما تدخلش عليه. في ساعة لما دخلت كان في احتمال يكون في فاير، لكن الأداة نفسها ما فيهاش مشكلة. تمام، هو بيفحص على فكرة، ودايما طول ما انت شغال سطب اداة. انا عندي في اداة هنا اللي هي دي من ضمن الادوات القوية اللي لو في موقع مشبوه بينبهني عليه بحيث ان انا اتجنبه.